صناعة سفراء البيئة مبادرة لإيجاد بيئة مجتمعية ومنفعة متبادلة بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف إيصال رسالة بيئية أطلقتها هيئة البيئة بمحافظة شمال الباطنة. هذه الشراكة بتكون لجميع الدوائر الحكومية والشركات الخاصة اللي موجودة في شمال الباطنة بإذن الله. طبعا تم اختيار الأعضاء اللي بيكونوا في برنامج سفراء البيئة بعناية، راح يكون لهم تدريب خاص خلال فترة 3 أيام هذه القادمة بإذن الله، وأيضا سوف يتم عمل زيارات ميدانية لهم لزيادة المعرفة عن المجالات البيئية. المبادرة تعمل على ترسيخ السلوك البيئي لدى كافة فئات المجتمع بالمؤسسات الحكومية والأكاديمية والخاصة بهدف بناء عناصر مؤهلة قادرة على العمل في الجانب البيئي بجميع المحافل. شراكة بالقطاعين العام والخاص من أجل توعية المجتمع وأيضا إرسال رسالة البيئة من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية ونشرها إلى المجتمع. طبعا مثل هذه المبادرات كشركة المسبقات المترابطة ندعم توجهها، وأيضا نشارك مع هيئة البيئة بالتعاون معهم لتطبيقها بأفضل السلوكيات. مسؤولية بيئية لشرائح المجتمع وقطاعاته تغرسها هذه المبادرة، وتتيح الفرصة للطلبة بمشاركتهم العملية في مجال البيئة للعلو بطاقم تعليمي مليء بالمعرفة البيئية. هي مبادرة مجتمعية، هدفنا الأساسي هو ترسيخ السلوك البيئي لدى كافة فئات المجتمع، عشان كذا استهدفنا جميع المؤسسات الحكومية، الشركات الرائدة والمؤسسات الأكاديمية في شمال الباطنة. عندنا كثير من الأهداف نسعى أن نحققها، ومن أهم هالأهداف هو ترسيخ السلوك البيئي لدى كافة فئات المجتمع. من خلال مشاركتي كطالبة أنا أتوقع أنه إحنا بنقدر نأدي ويكون لنا دور فعال في البيئة من خلال التعرف على التحديات اللي واجهتها البيئة وكيف استطاعوا على حلها وكيف هم تغلبوا على هذه التحديات. المبادرة تعمل على إعداد المشاركين من خلال التأهيل الأكاديمي عبر إلحاقهم بدورات الخطابة البيئية وورش عمل وجلسات تعليم إلكترونية في مواضيع بيئية مختلفة كمرحلة أولى. أما المرحلة الثانية فتتمثل في قيادة أنشطة بيئية فعلية في المحافظة لإعداد رواد لبيئة مستدامة. من منطلق التفعيل الحقيقي للشراكة البيئية والمجتمعية، أطلقت مبادرة صناعة سفراء البيئة لإنشاء جيل مؤهل يحرص على حماية البيئة العمانية. بشاير بنت حمد الشحية، ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة.